في هذه القاعة رائحة الهوية والأصالة الجزائرية تعطر المكان. مصدرها هذه القطع الفنية الرائعة بأنامل بلجيكية تأثرت بالمجتمع الجزائري. إدوارد فيرشافلت بلجيكي الجنسية جزائري الإحساس والانتماء. تلقى مع أمي وحب يتزوج بها، تزوجت معاه مهما كانت الظروف ذاك الوقت، وعاش في الجزائر حتى وفاته، يعني عاش مع أولاده وعلى جوزته وعلى ناس بسعادة. هو كان جزائري أكثر من كل شيء. لأن الفن لا يعترف بالفوارق اللغوية والحدود الجغرافية، ولأن إدوارد شغله حب الجزائر، فعبر من خلال هذه اللوحات الفنية عن انبهاره بالتقاليد والمناظر الطبيعية الرائعة التي لم يجد لها مثيلاً. هو سي ان ارتيست دونك لي كي جا لبوسعاده عجبته بزاف لي لوميير تاعها، ومن خلال اللوحات تاعو نشوفوا يعني عندنا توسكي باتريمون تاعنا هنا تاع الجزائر. من خلال العمل الفني تاع هذا الفنان نلقاو الموروث الثقافي تاعنا المادي ولا مادي. عايش هنا في الجزائر وعايش مع الجزائريين، وكان متاثر بشكل كبير بالعقليه وبالثقافه وبالتراث الجزائري. أسلوبه في رسم الصورة بطريقة الرسم الفلامنكي والمدرسة الفنية للمعان البلجيكي جسدها في لوحات فنية ترجمت الحياة البسيطة للمجتمع الجزائري سنوات الاستعمار، فكان الفن وسيلته للتعبير عن تضامنه مع الشعب الجزائري.